لو أن إنسانا سيذهب إلى البر وهو يعلم أنه سيحتاج إلى الماء في وضوئه وهو قادر على حمل الماء، لكنه فرط وتهاون، فلما ذهب إلى مكان بغيته حضرت الصلاة وليس ثمة ماء، فيقال له صلي ولا إعادة عليك. هذا هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله، لكنه آثم بتركه الحزم في أخذ الماء.